خلونا نروح ناخد معانا تليفون من سيادة النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بك يا سيادة النائب. أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك. يعني أقدر أقول طبعا نعزي أنفسنا بالدرجة الأولى، وعايزين نعرف منكم يعني كعضو للتنسيقية وأيضا كعضو مجلس نواب، وكنت لسه بكلم سيادة النائب عماد خليل على كيف رأيتم التحرك في هذا اليوم بخصوص هذا الحادث في كنيسة أبو سيفين في المنيرة إمبابة. يعني في البداية يعني حابب أقدم خالص العزاء لأسر ضحايا النهاردة، والمواساة للمصابين. بشكل كبير كان حادث أليم ومفجع للدولة الوطنية المصرية كلها. النهاردة احنا كنا أمام مشهد كان على الجميع أن يتحرك، وفي الحقيقة كان التحرك من البداية، وفي مقدمة التحركات اللي تمت يعني تحرك السيد رئيس الجمهورية من اللحظة الأولى وبيانه اللي احنا تابعناه من اللحظة الأولى. والنهاردة كانت كل مؤسسات الدولة مستنفرة، يعني احنا لما رحنا النهاردة علشان نطمن على أهالينا المصابين ونقدم العزاء لأسر وذوي الضحايا النهاردة، كان وجدنا كل أجهزة الدولة المصرية حاضرة. وزارة الصحة بكل إمكانياتها كانت حاضرة لإعطاء الدعم اللازم للمصابين، وكان أيضا النيابة العامة حاضرة بتجري تحقيقاتها، أجهزة البحث الجنائي، الطب الشرعي، كافة مؤسسات الدولة النهاردة كانت مستنفرة لتقديم الدعم اللازم للمصابين ولأسر وذوي الضحايا والشهداء النهاردة. النهاردة طبعا كان يوم أليم، لكن كان في ترابط شديد من الشعب المصري والالتفاف حوالين كل الناس النهاردة اللي أصيبوا هذا المصاب الجلل. ويعني احنا متابعين من اللحظة الأولى، وكان قررنا من اللحظة الأولى اللي احنا نبقى في وسط أهالينا في هذا الحادث يعني الأليم جدا بالنسبة لنا. شفتوا إزاي سيادة النائب المشهد الإنساني، مشهد لو صح التعبير أهل الحتة هناك في المنيرة الغربية لا تستطيع أن تفرق ما بين مسيحي ومسلم؟ يعني أنا لما رحت شفت الناس هناك وهي بتحكي إزاي الكل كان بيجري لمحاولة إنقاذ الناس، محاولة إخراج الجثامين، محاولة إطفاء الحريق إلى آخره. كان بين أهالينا أهل الشهامة والكرم في حياة الأمر، إيديهم بإيدين كل أجهزة الحماية المدنية وكانوا بيساعدوا. خليني أحكي لك كمان على نموذجين النهاردة وإحنا في زيارتنا للمصابين استوقفوني بشكل كبير. نموذج أستاذ محمد يحيى ونموذج كرولوس، الاتنين بمجرد ما الحريق بدأت فضلوا إيد بإيد مع قوات الحماية المدنية يساعدوا في إخراج أهالينا من بيوت ربنا يعني، وقدروا اللي هم يساعدوا في إخراج الكثير من الأشخاص من داخل الكنيسة، وحتى اللي هم اتصابوا إصابات بالغة. يعني محمد يحيى النهارده شفناه في مستشفى امبابة العام، وكان كرولوس برضه في مستشفى امبابة العام، تمام، كل واحد فيهم كان مصاب بشكل. لكن ده نموذج للشعب المصري اللي هو في وقت المحن بيتسم بالشهامة وبيتسم بالكرم، وده مش هتلاقيه في أي دولة من دول العالم. يعني الشعب المصري بخير والدولة الوطنية المصرية بخير بصراحة في المشاهد دي، وبالرغم من ألم الحادثة إلا إن نماذج زي دي بتهون كتير. صحيح صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا سيادة النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.